مع حضراتكم دلوقتي لمطروح، والحقيقة انه فيه اهتمام كبير بيحصل بقطاع الصحة في محافظة مطروح، وده ظاهر بالنسبة لنا من خلال المشروعات اللي بيتم تنفيذها في المحافظة، زي مسألة إحلال وتجديد 11 مستشفى ووحدة صحية، وصلت تكلفة تجديدها ل 536 مليون جنيه، أيضا إنشاء مدارس للتمريض بمستشفى مطروح العام، ومجموعة أخرى من المشروعات هنتعرف عليها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. محافظة مطروح تشهد عملية إحلال وتجديد لعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية، بلغ عددها 11 مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 536.5 مليون جنيه. من أهم المستشفيات التي تم تطويرها ثلاث مستشفيات مركزية هي السلوم وبراني، بالإضافة إلى تجديد مستشفى النجيلة، وتم ضم الأولى والثانية للأمانة المتخصصة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المرضى من الدول الشقيقة المجاورة. كذلك تم إنشاء وحدتين صحيتين مع الامتداد السكاني، هي المغرة وأبو ميلاد، بتكلفة بلغت قيمتها 22 مليون جنيه. هذا إلى جانب تطوير واستحداث 17 مستشفى ووحدة ومنشأة صحية بتكلفة 285.5 مليون جنيه. وضمن خطة التطوير لمنظومة الصحة بمحافظة مطروح، تم إنشاء مدرسة للتمريض بمستشفى مطروح العام بدعم من محافظة مطروح، وذلك لتوفير الكوادر الطبية. وأيضاً تم تطعيم 187,558 مواطن ضد فيروس كورونا بالمحافظة.